شايفين بس هذا الاحمر ريحته بتجنن غير شكل. هلا ما علينا، نحن جايين على القلعه فلازم نشوف شو فيها القلعه هاي. عرفتوا كيف؟ شوفوا لوين اجيت على مناره تمام طويله هيك شوي. وشو هي هوتيل، تخيلوا. فبدي اشوف كيف بدي اطلع لفوق تمام، واذا قدرت اطلع لفوق رح اصور لكم من فوق يعني الغرفه الاوتيل وهيك. فتخيلوا انه هي اوتيل تمام، وهذا الريسبشن. تخيلين معي انتم انه هاد اوتيل وهي الريسبشن، وهون في جلسات. يا الله، رحت على الريسبشن لقيته مسكر تمام. وهون في كمان له باب، وهذا لازم كود يعني لازم تمسكه عشان. اوه والله مفتوح الحب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هون في براد تمام، وهون حاطين قهوه وما قهوه مكوين. طيب شو في هون؟ غساله. حلو، بسم الله. تعالوا نطلع لفوق ونشوف شو الوضع. يوخ، انا خوفي فوت عند هذا بالغلط. هون في باب. اوكي، كل طابق في باب، بس يعني كل دور فيه باب. في غرفة العمى تعبت انا. نعم والله فيلم رعب. راجع كله خشبية، كله خشب. اوكي، ما في طلع لفوق. هذا اخر دور ثانيا. اوه شو في هون. اوكي، دخلت هلا تمام. والواحد عادي يفوت ويشيك قبل ما يحجزوا هيك. شايفين كيف؟ هون في صوفاي، وأظن فوق غرفة النوم تمام. هون في حمام، هون إطلالة. شوف الإطلالة كيف. يا الله دخيلك، شوف منظر الكراسي كيف. وهي فعليا شو هاد؟ بلكون. لا والله واحد بيقدر يطلع من هون، ينزل من هون كمان، ولا شو؟ ما فهمت أنا، ما أفهم. يا الله الأوتيل. شوف الحمام، شوف عبارة عن خشب. اوكي هلا نطلع لفوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هون في تخت. لا دقيقة، انا فايت شكلي عبيت عالم. خليني اهرب احسن شيء. لانه تخت مكركب وهيك، فما بعرف اذا في حدا ساكن فوق. خلي هيك كان هو. شفت الوضع؟ هذا الاوتيل يلي بالوحيد اللي موجود وين؟ الجزيرة هون. يا الله دخيلك. شايفين كل دور فيه طابق هون. يا الله دخيلك. شايفين كل دور فيه طابق. تعرفوا لوين جيت؟ جيت على قلعة الجزيرة تمام. شوفوا هون في أربع سيارات. تخيلوا إنه هاي القلعة في عالم، إذا بتكون جاي من بولندا أو من ألمانيا أو من الدنمارك أو من النرويج أو من فنلندا، إذا إجوا على هالمدينة، على مدينتنا يعني تمام، فبيجوا لهون على الجزيرة عشان يزوروا القلعة. شايفين؟
هي الجزيرة والله انه بالليل بتكون فيلم رعب. تعرف شو يعني فيلم رعب؟ رعب رعب. انا عم بتطلع عليها هيك من النهار انه دخيل الله، بس مثل ما بيقولوا انه الجنة بدون ناس ما بتنداس. بس القلعة مسكرة، هذا الموضوع انه حظي سيء. القلعة مسكرة، هاي القلعة كلياتها، بس دي حاول نروح من الجنب الثاني عشان اورجيكم اياها. يكون ممر هذا البيت، شو وضعه هون؟ شفت هذول جماعة القلعة جوا، تمام؟ اجا شاب كتير 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 مسكوا حباب، يعني عن جد حباب كتير. المهم عم طلعوا هذول اهل القلعة اللي للاسف مسكة الساعة 4، تمام؟ يعني لسوء الحظ لو انا فتت يعني جد من الجزيرة دوري اجت على القلعة كنت لحالي، كان بخاطري اسوي لكم جو من القلعة، بس للاسف سكروا. وقال لي اذا فيك تيجي بكره اهلا وسهلا فيك. تبعنا تمام، استنيت هاي واخر نتيجي. نفس الموضوع، يوم انا اجيت كنت هيك، اجيت من هون محمل ركاب، كمان تيجي بتحمل ركاب وبترجع بتحمل ركاب، وهون الناس تمام. فهلا من فوق طابور طابور كله عم يطلع. أنا اللي خليني أشغل السيارة لأن بما يطلعوا، لأني أنا أول شخص راح أدخل. إنه مي بينشرب هون بالسويد، تفتحي أي حلفية تمام تنشرب المي. فأنا هلأ كيف بدي أقنعك إنه المي هون؟ أشوف الموضوع مو هيك، إنه ليش ما أشتري مي إلي؟ انه انا معي مي بالسيارة، انينة كبيرة تمام. وغير هيك انه اي مكان في موجود من تنشرب من وين ما كان. والله هون المي يعني جدا يعني موضوعها سهل، يعني العالم 1% 2% تمام هون بالسويد بيشتروا مي من البقالات. انا مو عشان اشتري، لا والله مو عشان اشتري، انا فيني اشتري مي بالعكس، بس انه هون المي متاح بكل مكان. هذا انا مريت من ناح سوبر ماركت، هي سوبر ماركت اسمها هيم شوب هيك اسمها عنا بسويدي تمام. وخطر على بالي ادور، يعني راح تستغربوا بصراحه من تفكيري تمام، خطر على بالي انه ادور على شاي سليمينج نفس اللي كان عنا بدبي. اوكي، بس هو فعليا هون قسم الشاي عفوا القهوه تمام، و هي القهوة المفضلة كمان السويديين، وهون قسم الشاي. هذا كان موجود منه بدبي، اوكي هذا الجرين تي، هذا موجود منه بدبي، وحتى الشاي شاي موجود هون عندهم، شاي بانواع
كيف عندهم شاي بليمون وشاي بكراز وشاي بالتوت وبالتوت البري وشاي بفريز وشايفين هاي شاي بفريز. بس الشاي السليمين انه هيك اجاني فضول ادور عليه ما اكل. بس محل العرب يعني محل العربي مثل البقاله العربيه عرفت كيف هذا ليبتون وكمان كمان في نسكافيه جولد هاي نفس اللي كنا نشربها بدبي بس هذيك تجي بعلب الازاز فتوى اكيد صح. فما اظن من هون في شاي سليمين ما اظن شايفين يا في تمر والله من اللي بيعرفوا التمر وهذا كمان شو اسمه دادلر سويدي اسمه تعرف شو اللي خلاني ادور على شاي بعد ما اكلت بالبيت فهيك حسيت انه بدي شاي اخضر فاجى ببالي شاي سليمان تمام وهلا قاعد بدور على شطه رنا بس ما اظن شطه رنا من هون لان شطه رنا ممكن من سوبر ماركت اللي اسمها الويلس والويلس فعليا هلا مقفله اوكي شو بقى ما تفوت فيني انت او نودلز شطه اوكي ما هلكي في هون لا ما في بس هي يا جماعه حاره بتموت الله وكيلكم فلا لقيت شطه رنا لا لقيت شاي سليمين شو هالحظ هذا هو مو حظ هو يعني صعب واحد يلاقي من هون عرفتك يا والله فكرت متى للأسف ما لقينا اللي بدنا شاي سليمين وما رح نلاقيه أصلاً